بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. أما بعد، من كتاب صحيح مسلم للإمام الحافظ الحجة أبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء صحيحه وشراحه في الدارين، آمين. الباب 14 من الكتاب 45، كتاب فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم. باب ذكر حديث أم زرع، وهو من لطائف السنة، وأفرده كثير من المصنفين بالتأليف هذا الحديث لما فيه من غريب اللغة، ومن بديع فصاحة كلام العرب، ومن حسن عشرة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن جواز غيبة غير المتعين لأنه غير متعين، وفيه فوائد كثيرة، حتى أن القاضي عياض أفرده بالتصنيف في كتاب وجزء، وغيره كثير من المصنفين أفردوا هذا الحديث بالتصنيف. وننصح بحفظه لأنه يعينك على فهم كثير من لغة العرب، وكيف أنهم كانوا فصحاء، وأنهم يعبرون عن ما يعيشون بأوجز عبارة وأدق عبارة، وهم لم يدخلوا مدارس ولم يتعلموا، ولكن هذا بالسجية والسليقة حتى تفهم كيف نزل القرآن على أمة فصيحة تجيد فهم معاني القرآن وتفاصيل فصاحة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. باب ذكر حديث أم زرع بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير للإمام مسلم في صحيحه الحديث 58 بعد 406,000. قال حدثنا علي بن حجر السعدي وأحمد بن جناب كلاهما عن عيسى، واللفظ لابن حجر. قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا هشام بن عروة عن أخيه عبد الله بن عروة عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت جلس 11 امرأة. يبقى الرواية دي رواية ايه؟ موقوفة على سيدتنا عائشة، كأن سيدتنا عائشة هي التي كانت تحكيها والنبي يسمع صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا هو الراجح. الراجح في روايات الحديث أنه موقوف على سيدتنا عائشة، وأن النبي سمعه منها. عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت جلس 11 امرأة، ويبدو أن هؤلاء النسوة كنا من إحدى قرى اليمن، من إحدى قرى اليمن. قالت جلس 11 امرأة فتعاهدن وتعاقدن ألا يكتمن من أخبار أزواجهن شيئا. يعني كل واحدة تخبر حالها، مع تخبر عن حالها مع زوجها وكيف يعاملها وكيف يتصف وغير ذلك. قالت الأولى: زوجي لحم جمل غث على رأس جبل وعر، لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقل. وهذا دم تزم في زوجها، تقول زوجي لحم جمل غث، غث يعني نحيل، ومعلوم أن العرب كانت تفضل لحم الضأن والماعز على لحم الجمال، يعني تعتبر لحم الجمال ده نمرة اتنين، فما بالك بقى لحم جمل وغث كمان، فايه يعني ايه يعني حتى ما فيهوش لحم، يعني لحم جمل غث يعني نحيل ضعيف، كمية اللحم فيه قليلة. على رأس جبل وعر، والجمل ده على رأس جبل وعر يعني في مكان عالي، وده كناية عن تعاليه عليها وتكبره، وأنها لا تصل إليه إلا بصعوبة، كمن يصل إلى شيء على قمة جبل والطريق إليه وعر، فتدل على أنها كان صعب الخلق، متكبر عليها، يتعالى عليها،
لا تستطيع إرضائه بأي حال من الأحوال، على رأس جبل وعر. وعر يعني صعب الطريق، غير معبد الطريق. لا سهل فيرتقى، يعني لا هو الجبل في طريق سهل فيرتقى، يعني يسير عليه بسهولة. ولا سمين فينتقل، ولا هو كمان سمين، لحم سمين الناس ايه تبقى متلهفة عليه فتأخذه وتنقله حيث شاءت. يعني حتى هو الناس كمان زاهدة فيه، يعني هي زاهدة في زوجها والناس ايضا زاهدون فيه لسوء خلقه وتعاليه وغير ذلك. فهي ايه يعني كأنها تذمه. قالت الثانية: زوجي لا أبث خبره، إني أخاف ألا أذره. زوجي لا أبث خبره، إني أخاف ألا أذره، يعني جوزي بقى ما تقوليليش بلغة المصريين، يعني مهما قلت فيه فالعبر كلها فيه، كأنها يعني تقول هذا المهم. زوجي لا أبث خبره، إني أخاف ألا أذره، يعني لا أبث خبره، يعني لو اتكلمت وفضفضت هيؤدي هذا إلى أنه يطلقني، لأني لو قلت الحقيقة فالحقيقة مرة وهو لا يقبل. ده معنى كلام، يعني لا أبث خبره، يعني لا أنشر خبره، لا أنشر خبره. إني أخاف ألا أذره، يعني ألا أفارقه. إن أذكره أذكر عجره وبجره، لو هتكلم عليه بقى ما فيهوش الا عيوب، عجر وبجر. ايه هي البجره؟ البجره هو انتفاخ في سره البطن، دليل المرض والعيب. عارف لما واحد يبقى عنده فتق في سرته كده وبرز، هي دي اسمها بجره. يبقى البجره هو انتفاخ في ايه؟ في البطن، دليل على ايه؟ يعني قله العافيه وسوء المنظر. وعجره، والعجره هو انتفاخ في ايه؟ في ظهر، في الظهر. لا شفته من ظهره لا يعجبك، ولا تشوفه من امامه يعجبك، يعني هو معاف في الظهر وفي ايه؟ وفي الباطن. يعني اذا جاءك مقبلا عليك بوجهه رايت كل القبح في مظهره، وان ادبر عنك رايت كل القبح في ظهره، يعني ما فيهوش جهه حلوه. ادي معنى الكلام. كله بقى على بعض، يعني ما فيهوش جانب حلو لا في الظاهر ولا في الباطن. ان اذكره لو هتكلم مش هتكلم الا على عيوب بس، يعني ليس فيه الا عيوب. ادي معنى ايه؟ ان اذكره اذكر عجره وبجره، يعني لا اذكر الا عيوبه حيث انه لا يوجد فيه مزيه تذكر. قالت الثالثه: زوجي العشنق، إن أنطق أطلق وإن أسكت أعلق. زوجي العشنق يعني الأحمق، سيء الخلق. إن أنطق أطلق، لو اتكلمت ما يستحملش كلامي يطلقني، ولو سكت يسيبني معلقة لا يقربني، لا أنا لي زوج ولا مطلق. يعني هو في الحالتين لا يرضيه الكلام ولا يرضيه الصمت، هو في كل الأحوال أحمق، لا يرضى عن شيء ولا يرضيه شيء. زوجي العشنق، إن أنطق أطلق وإن أسكت أعلق. قالت الرابعة، دي أول واحدة بتمدح بقى، كل اللي فات إيه قاعدين يذموا، هنا ابتدي واحدة تمدح بقى. قالت الرابعة: زوجي كليل تهامة، لا حر ولا قر ولا مخافة ولا سآمة. ليل تهامة يعني يضربوا به المثل في اعتدال، في اعتدال المناخ، يعني ايه؟ معتدل الاخلاق. زوجي كليل تهامة، لا حر ولا قر، لا هو بارد الطبع ولا هو غضوب، معتدل. ولا مخافة ولا سآمة، ولا هو رجل يخيفك ولا رجل تملي عشرته وتضجري من عشرته. قالت الخامسة: زوجي
إن دخل فهد وإن خرج أسد ولا يسأل عما عهد. وده برضو إيه يحتمل المدح في الغالب، لأنه ممكن يفهمه على طريقة أخرى، لكن هو ده الراجح أنه على المدح. زوجي إن دخل فهد، الفهد يضربه بالمثل في النوم، فلو كان هو كثرة النوم يبقى ده ذنب. والفهد أيضا يعني إيه؟ يعني يقذف، يعني ينقض على فريسته بسرعة، يبقى إن دخل فهد يعني ينقض علي يجامعني. فيبقى دي دليل على قوة إيه؟ يعني قوة باءته، وهذا تمتدح النساء به الرجال وتعتبره مدح. يبقى إن أرادت أن هو يسارع في جماعي كما ينقض الفهد على فريسته فهذا يعتبر من باب المدح عند النساء. وإن قالت إن أرادت بالفهد أنه كثير النوم يبقى ينايم زي الخرقة كده ملوش قيمة في البيت، يبقى تحتمل إيه الذم. ويبدو أنها إيه تقصد المعنى الأول الذي فيه المدح. زوجي إن دخل فهد وإن خرج أسد، ولما يخرج يبقى أسد شجاع مع الرجال، يبقى هو شجاع في خارج بيته وفهد في بيته، يعني إما نائم عن عيوبها ويكثر من جماعها، يبقى النوم نوم عن عيوبها، يعني كأنه لا ينظر إلى عيوبها. وإن خرج أسد ولا يسأل عما عهد، وليس بخيلا، لما يترك لها مالا وتنفقه لا يسألها وريني فاتورة الحساب من أين أنفقت ولماذا جئت، فلا يسأل، يعني هو كريم الطبع، يعطي المال ولا يسأل عما عهد، اللي تجيبه تجيبه واللي تصرفه تصرفه براحتها. يبقى كل ده دليل على برضو إيه المدح. قالت السادسة زوجي إن أكل لف وإن شرب اشتف وإن اضطجع التف ولا يلج الكف ليعلم البث. وده إيه شكله كده إيه ذنب. زوجي إن أكل لف، يعني إن أكل الأكل كله لف، يعني يأخذ الأكل لا يبقي حتى بقايا، ده دليل الشرع. والشرع وكثرة الأكل تؤدي إلى كثرة النوم، وكثرة النوم تؤدي إلى الوخم، والوخم يؤدي إلى عدم إيه القدرة على الجماع، فيعني ملوش فايدة، قاعد يأكل وفي الآخر لما يجي ينام إذا أكل لف، وإذا شرب اشتف. اشتف يعرف يعني إيه الشفة، اللي هو البقايا الشراب في الإناء، البقايا دي اسمها الشفة، يعني لا يبقي شيئا في الإناء، يعني إذا شرب يخلص كل الشراب، وإذا أكل يخلص كل الأكل. إذا أكل لف وإذا شرب اشتف وإذا اضطجع التف، ولما يجي بقى ينام مش ينام بقى يدور عليا، لا ده كمان يتلف وينام بعيد عنه. وإذا اضطجع التف ولا يولج الكف ليعلم البث، ولا يحط إيده حتى على جسمي علشان يعرف إيه شوقي إليه أو ما يؤلمني، ولا يولج الإيه الكف، يعني لا يدخل كفه بين ثيابي وجسمي حتى يتحسسني ويشعر بي، ليعلم البث، ليعلم الحزن او ليعلم الشوق او ليعلم هذا، يعني ملوش قيمه، يجي ياكل ويشرب وينام ويروح، ما بيعملش حاجه في البيت الا كده. المصريين يقولوا عليه ايه اكل ومرعى وقله صنعه، يعني واخد بالك، يعني لو واحده مصريه هتوصف جوزها بنفس المعنى ده هتقول الكلام ده بالمصري، أكل ومرعى وقلة صنعة. فهمت ازاي؟ بالظبط يعني. قالت السابعة زوجي غياياء أو عياياء طبقاء، كل داء له داء، شجك أو فلك أو جمع كل لك. برضو ده إيه ذنب. زوجي غياياء أو عياياء، إما غياياء يعني إيه؟ يعني جاية من الغي، والغي إيه هو الهلاك، يعني الحياة معاه هلاك، جحيم، الحياة معاه جحيم زي الجحيم، ده بمعنى الغين غياياء. إنما عياياء يبقى بمعنى إيه؟ يعني عاجز عن الجماع، رجل عيي إما يعجز عن جماع النساء أو عيي لا يحسن بيان الألفاظ،
لا يتكلم، يعني احمق لا يحسن الكلام، يبقى عياياء جايه من العي او جايه من العنى اللي هو عدم القدره على الجماع، او العي عدم القدره على البيان والكلام والفصاحه. ها؟ نعم، يعني في روايات كده غياياء وفي روايات عياياء، وفي الحالتين ذم. زوجي غياياء او عياياء طبقاء، يعني احمق زي العشنق بالظبط. طبقاء يعني كل الاشياء تطبق عليه فلا يستطيع ان يميز طريقه فيها. كل اموره مطبقة عليه، لا يستطيع ان يميز، ليس عنده ذكاء في التصرف في الايه؟ في الاحوال المختلفة. كل احواله مطبقة عليه لا يستطيع ان يميزها، ادي معنى طبقاء. زي ايه؟ العشنق، العشنق المتسرع، والطبقاء الذي لا يتصرف، يبقى امامه الموقف ولا يتصرف. يبقى الاحمق هو المتسرع فيتصرف بغير حكمة، والطبقاء هو الذي لا يتصرف اصلا لا بحكمة ولا بغير حكمة. فهم؟ كل داء له داء، اي مرض في الدنيا تلاقيه موجود فيه، سواء مرض في الاخلاق، في الجسم، في الطباع، في اي، كل الامراض مجموعه فيه ما شاء الله. ها؟ كل داء له داء، شجك او فلك او جمع كل لك. لما تيجي تتكلمي معاه يا اما يبطحك يا اما يجرحك يا اما يكسرك او يجمع الكل، يبطح ويكسر ويجرح. يبقى شجكي يعني ايه؟ يعني ايه؟ جرح الراس، جرح الراس بالذات يسمى الشج. كويس؟ او فلك يعني كسرك، او جمع كل لك يعني كسرك وشجك الاثنين. قالت الثامنه زوجي الريح ريح زرنب، برضو ده مدح بقى. الريح ريح زرنب، وزرنب نبات طيب الرائحة، يعني رائحته طيبة. والمس مس أرنب، يعني لين العشرة وهين ولا يغضب. الريح ريح زرنب، والمس مس أرنب، يعني هين لين العشرة طيب الرائحة، يترك أثرا طيبا في النفس. قالت التاسعة زوجي رفيع العماد، يعني ذو حسب، تملي الناس أهل الحسب يعملوا بيوتهم مرتفعة علشان الضيفان يشوفوهم في الصحراء يقوم يقولوا، يبقى رفيع العماد يعني ذو حسب كثير الضيفان، فإيه يعني يخلي الخيمة بتاعته، تملي الناس أيام العرب ما يعيشوا في الخيم أهل الشرف يخلوا عمود الخيمة عالي قوي علشان اللي يدخل في وسط القريه يعرف اعلى خيمه بتاعت مين، يبقى ده شريف القوم. يبقى دي معنى ايه؟ زوجي رفيع العماد، يعني ذو حسب وشرف. طويل النجاد، والنجاد حمائل السيف، وطول السيف دليل على طول قامته وقوه بدنه، يبقى النجاد هو حمائل السيف، فحمائل سيفه طويله يعني دليل انه طويل ايه القوام، وأنه قوي البدن، لأنه الضعيف البدن يجيب سيف صغير يقدر يشيله، ويكون قصير لما يبقى قصير، ويبقى سيفه طويل لما يبقى طويل. يبقى طويل النجاد، عظيم الرماد، عظيم الرماد يعني كثير الضيفان، يعني كثر الضيوف يطعمهم، فيبقى عنده رماد كثير ما يبقى من إيه؟ من الأكل وإعداده، يبقى الرماد بعد النار. يبقى كثير الرماد يعني كثير الضيفان ويطعم الطعام، وده برضو ايه؟ دليل الكرم والغنى. قريب البيت من النادي، وياخد بيته يخليه قريب من ايه؟ من اماكن اجتماع الناس علشان يستضيف الناس، لان الانسان البخيل يسكن في اخر المدينة علشان ما حدش يروح يزوره، يبقى في مكان مقطوع كده علشان ايه؟ يبقى مكان. انما البني ادم اللي هو يحب الضيفان واللي حسن العشره تلاقيه ايه؟ ياخد بيته في وسط المدينه، واخد بالك؟ علشان يبقى سهل الوصول اليه ويكثر ضيوفه. ادي معنى قريب البيت من النادي.
قالت العاشرة: زوجي مالك. وما مالك؟ يعني وما أدراك ما مالك؟ يبقى هتمدح بقى. خير من ذلك، يعني خير مما سوف أقول. يعني هو كمان فوق ما أقول. هي بتمدح وبتقول أنا برضو من كتر مدائحي هو أعلى مما أقول. له إبل كثيرات المبارك، والإبل كان يعتبر هو علامة غنى العرب، لكن يعتبروا أن الغنم ده مال الفقراء والإبل مال الأغنياء. فما تقول إيه؟ له إبل كثيرات المبارك قليلات المسارح، يعني عنده إبل كثيرة، يعني رجل غني. كثيرات المبارك يعني إيه؟ بيخليهم عنده جاهزين عشان يذبحهم للضيوف، ما يخليهمش يخرجوا إيه يرعوا، لا ده هو مجهزهم ومحضرهم. علشان كده بيقول لك إيه؟ كثيرات المبارك قليلات المسارح، يعني ما يسرحوش كتير، قاعدين باستمرار مستنيين يتذبحوا عشان الضيوف ياكلوهم. ده دليل الكرم أيضا. لكن البني ادم البخيل في العرب ايامهم كان يعمل ايه؟ يطلع كل الابل والغنم بره بحيث اما يجي له ضيوف ما يبقاش عنده حاجه. هيعمل ايه؟ الراجل معذور ما هو ما عندوش حاجه. انما البني ادم بقى ايه الكريم منهم؟ ما يطلعش كل اللي عنده يسرح. يخلي عنده حد عشان لو فجاه ضيف يذبح له. ادي معنى كلامه، فهو ايه؟ كريم له إبل كثيرات المبارك قليلات المسارح، إذا سمعنا صوت المزهر أيقنا أنهن هوالك. المزهر اللي هو العود، لما كان يجي لهم ضيف يقعدوا إيه يعملوا شوية مزيكا ويقولوا إيه أشعار وغناء حتى يطبخوا له الطعام. ده اسمه المزهر اللي هو العود، آلة طرب يعني عند العرب. فأول بقى ما الإبل دي تسمع صوت المزهر يعرفوا إن في ضيوف وإن هيتذبحوا. خلاص. إذا سمعنا صوت المزهر أيقنا أنهن هوالك. قالت الحادية عشرة: زوجي أبو زرع. برضو دي تمدح. زوجي أبو زرع. فما أبو زرع؟ أناس من حلي أذني. أناس من حلي أذني، أناس يعني حرك، حرك إيه أذني، يعني ناس جاي من نوس يعني تحرك. يبقى أناس من حلي أذني يعني علق في أذني كثير من الحلي حتى صار يتحرك بحركتي، يعني زينني. وملأ من شحم عضدي. والمرأة أما تكون امرأة رجل غني عنده خدم كثير لا تتحرك كثيرا، فتلاقيها تسمن بقى، تبقى سمينة. يبقى السمن دليل أنها مخدومة وليست خادمة. على شكل قالت إيه؟ وملأ من شحم عضدي، يعني دليل انه اخدمني ولم يخدمني. اخدمني يعني جعل لي خدم يخدمونني، ولم يستخدمني يعني لم يجعلني اخدمه، يعني اراحني. واخد بالك؟ وملأ من شحم عضدي وبجحني فبجحت الي نفسي. عظمني يعني، عظمني أمام نفسي وأمام الناس، وكلما تكلمت أنصت إلي، وكلما قلت كلاما أعجب به، فإيه فبجحني يعني عظمني ووقرني فصار لي منزلة. وبجحني فبجحت إلي نفسي، يعني أصبحت إيه واثقة في نفسي، بقى عندي ثقة في نفسي كده، وبقيت إيه يعني امرأة يعني من إيه من نساء المجتمع بقى، من نجوم المجتمع. وجدني في أهل غنيمة بشق، يعني أخذني من أسرة فقيرة. أهل غنيمة، ما احنا قلنا الغنم علامة إيه؟ مال الفقراء. وهنا كمان مصغرة حتى المال، غنيمة يعني فقراء، يعني ما عندناش حاجة، مال قليل، يعني أسرتي أسرة فقيرة. بشق يعني إيه؟ نسكن في أماكن شق من شقوق الجبال كده، أماكن يعني زقاق، أزقة، يعني من أحياء شعبية، أحياء من بيوت غير مجهزة، في أحياء غير راقية. ومنها بشق، منها كمان إيه المشقة، يعني دليل أنها حياة فيها مشقة. وجدني في أهل غنيمة بشق فجعلني في أهل صهيل وأفيت ودائس ومنق. نقلني بقى الى ايه؟ فوق فوق بقى، في اهل صهيل، ده صوت الخيل،
وقطيط صوت الإبل ودائس اللي هي زي البقر الذي يدوس السنابل ليخرج الحبوب، يسموها دائس البقر يعني. ومنقن يعني كأنه عنده خيل وعنده إبل وعنده بقر وعنده غنم وعنده بقى أموال طائلة من جميع الأنوال عنده. فجعلني في أهل صهيل وأطيط ودائس ومنقن، فعنده يعني وأنا عايشة معاه أقول فلا أقبح، لما أتكلم ما يقبحش كلامي، فهمت إزاي؟ أقول فلا أقبح، وأرقد فأتصبح، ولما نام ما يقومنيش من النوم علشان أعمل له حاجة لأنه عنده خدم كتير، فيسيبني أنام مستريح لحد ما أصحى براحتي. فأرقد فأتصبح وأشرب فأتقنح، وفي رواية أتقمح وهي أفضل بالميم، وأشرب فأتقنح يعني أرتوي، أو أتقمح يعني أرتوي كويس. ثم بتذكر بعد ذلك حمتها بقى اللي هي أم زوجها، أم أبي زرع، فما أم أبي زرع، عكومها رداح وبيتها فساح. عكومها رداح يعني العكوم بتاعتها اللي هي يعني الأمور الخاصة بها التي تضع فيها ما تملكه، رداح يعني كبيرة واسعة، وإحنا المصريين يقول لك ده عاكم على قلبه يعني محوش. عكوم إحنا نقول عاكم، الجدع ده عاكم على قلبه أموال كثيرة. كلمة عاكم دي كلمة فصيحة، وهي من إيه؟ من لغة المصريين العامية، يقول لك ده الراجل ده عاكم على قلبه، هي عكومها يعني من كتر غناها عندها بقى أشياء مدخرات كثيرة، ومدخراتها دي في أوعية رداح يعني كبيرة، يعني عندها بقى إيه أمور خاصة، دليل إيه كثرة الغنى يعني، ممتلئة وثقيلة. أيوة يقول لك عاكم على قلبه حاجات من ده، وعاكم عكمة كبيرة، يبقى عكومها رداح يعني ممتلئة ثقيلة. وبيتها فساح، وعايشة ببيت واسع قصر يعني. ابن أبي زرع، ابنه بقى ايه من زوجات أخرى، بتتكلم على أسرة أبي زرع ده، إن أسرته كمان أسرة محترمة يعني، لما عاشت معاهم ناس محترمين كانوا يعاملوها معاملة حسنة، وهم أيضا ناس محترمين. ابن أبي زرع، فما ابن أبي زرع، مضجعه كمسل شطبة ويشبعه ذراع الجفرة. يعني ابن أبي زرع ده فارس رشيق القوام، لما ينام كده ايه ينام كأنه نايم على سرير رفيع، لأنه هو رفيع القوام، دليل الفروسية وقوة البدن. ويشبعه ذراع الجفرة، والجفرة اللي هي ولد المعز إذا بلغ 4 أشهر يسموه الجفرة، يعني يأكل بقى ذراع، دليل أنه ليس نهم، وعدم النهم هذا عند العرب مزية، والنهم اللي هي كثرة الأكل عند العرب عيب، فهو كثير النشاط قليل الطعام، يبقى حاجة جميلة يعني. وبنت أبي زرع، فما بنت أبي زرع، طوع أبيها وطوع أمها وملء كسائها وغيظ جارتها، كيداهم يعني، غيظ جارتها يعني ايه؟ كيداهم، المسلمين عليهم كيداهم، يعني غيظ جارتها، جارتها اللي هي ضرتها يعني، يعني تأكيد ضرتها يعني دليل ان فيها مزايا كثيرة تجعل ضرتها تغار منها يعني، المصريين يقولوا عليها ايه؟ كيداهم. فما بنت أبي زرع، طوع أبيها طائعة لأبيها، وطوع أمها وطائعة لأمها، وملء كسائها يعني ملو هدومها، يعني ليها شخصية قوية، مش مسألة إنها تخينة، لأن هيجي لك بعد كده في رواية تانية قال لك وصفر ردائها، يعني ردائها خالي. يعني إيه خالي؟ المرأة اللي تلاقي نهدها كبير ولابسة، تلاقي إيه؟ النهد يرفع الثوب عن باقي جسمها، فتظن أن ثوبها خالي، فهمت ازاي؟ فدي ميزه فيها، بيبقى صفر ردائها دليل ايه؟ يعني ارتفاع نهديها وايه؟ وعدم ايه؟ ارتفاع بطنها، وهذه مزايا فيها رشاقه، فهمت؟ وقيل ملء كسائها وصفر ردائها،
يعني رديها من فوق خالي علشان ثديها يرفعه عن بطنها وملء كسائها وهو الإزار من تحت ممتلئة إيه الأرداف. وده برضو مزية تعتبرها العرب في المرأة، إن يبقى إيه يعني ممتلئة الأرداف رشيقة القوام في الأعلى. كل دي برضو إيه صفات يعني حسنة فيه. يبقى بنت أبي زرع، فما بنت أبي زرع؟ طوع أبيها وطوع أمها وملء كسائها. إحنا نقول ملو هدومه، يعني شخصية يعني قوية ملء هدومه. ما نقول المصريين ده يقولك إيه ده الراجل ده ملو هدومه، يعني شخصيته قوية، مش معناه إنه تخين أو رفيع، ده معناه إنه مالي مركزه، يملأ مركزه، أدي معنى ملء كسائه. وغيظ جارتها كيداهم، يعني جارية أبي زرع والخادمة بتاعت أبي زرع بقى، يعني كل حاجة في أبي زرع متعلقة بيه بتحبها. فهمت إزاي؟ يعني أبو زرع ده بقى بالنسبة لها حاجة كبيرة أوي، هو أخلاقه حلوة وبيعاملها معاملة حلوة، وأمه ست محترمة وبنته ست ما فيش أجمل من كده، وابنه ما فيش أشجع من كده ولا أرشق من كده ولا أفرس من كده، وحتى خادمة أبي زرع ما فيش أكثر منها أمانة ولا ايه تنقل حديثنا للخارج، يعني دليل انها كانت في منتهى السعاده مع ايه؟ مع ابي زرع. جاريه ابي زرع، فما جاريه ابي زرع؟ لا تبث حديثنا تبثيثا، يعني لا تنشر حديثنا للاخرين، لان عيب الخدام انهم ينقلون حديث مخدوميهم الى الخارج، ده عيوب فيهم، لكن دي لا، دي محترمه بقى. لا تبث حديثنا تبثيثا، يعني لا تنشر حديثنا ما يحدث في داخل الأسرة خارج المنزل. ولا تنقث ميرتنا تنقيثا، ولا تأخذ من طعامنا في غفلتنا فتنقصه وتقلله وتنقله إلى خارج البيت على سبيل السرقة أو على سبيل عدم الأمانة، دليل أنها أمينة. ولا تنقث يعني تنقل طعامنا، يعني تفسده أو تفرقه بلا ضابط أو تأخذه بلا إذن. وميرتنا يعني طعامنا، نمير أهلنا ونحفظ أخانا، يعني نطعم أهلنا ونحفظ أخانا، يبقى ميرتنا يعني طعامنا. ولا تملأ بيتنا تعشيشا، التعشيش اللي هي الكناسة والقمامة، حتى الناس المصريين يقولك إيه ده سايبة بيتها معشش، يعني إيه قذر، يعني ممتلئ بكناسة. يعني لحد دلوقتي احنا ايه بنستعمل نفس كلمة التعشيش دي في ايه؟ في الكناسة والقمامة وقذارة المكان، وهي بقى نشيطة نظيفة، يعني تنظف البيت باستمرار. ولا تملأ بيتنا تعشيشا، يعني تنظفه باستمرار. قالت خرج أبو زرع، يعني سافر أبو زرع، والأوطاب تمخض، جمع وطب وهو أوعية السمن واللبن. عارف أنت لما يمخضوا اللبن عشان يعملوا منه سمن وقشطة؟ أدي والأوطاب تمخضوا، يعني الآنية بتمخض كده، يعني البيت مليان خير، يعني سافر وسايب لنا البيت مليان خيرات وأطعمة. خرج أبو زرع والأوطاب تمخض، فلقي امرأة معها ولدان لها كالفهدين يلعبان من تحت خصرها برمانتين، كناية عن ثدييها. فطلقني ونكحها، لأن الظاهر ما أنجبتش، لم ينجب منها، فشاف الست دي بقى جميلة وعندها ولدين ولا زوج لها، فعرف إنها امرأة بتنجب، فراح طلق أم زرع وراح متجوز دي عشان ينجب. فهم؟ فطلقني ونكحها، فنكحت بعده رجلا سريا، سريا يعني شريفا من أشراف الأقوام يعني والأغنياء. فنكحت بعده رجلا سريا ركب شريا، ركب شريا يعني الفرس القوي، الشري هو الفرس القوي. وأخذ خطي رمحا، لأن الرمح ما يبقى طويل يخط الأرض. وأخذ خطي يعني رمحا طويلا يخط الأرض أثناء حمله. وأراح علي نعما ثريا، واداني كمان كثير من من البهائم والأنعام والحيوانات، ثريا يعني كثيرا،
وأراح علي نعما ثريا وأعطاني من كل رائحة زوجا. عارف انت الدواب بتروح يعني ايه؟ تروح يعني تعود، تعود ايه من مسارحها. فقال لها كل اللي جاي خدي منه زوج، كل نوع جاي من الانعام خدي منه زوج، ادي لاهلك. يعني رجل كريم، ما فيش بعد كده كرم. واعطاني من كل رائحه زوجة، قالت كلي ام زرع وميري اهلك، يعني كلي ليكي واطعمي كمان اهلك. ميري اهلك يعني اطعمي اهلك. فلو جمعت كل شيء اعطاني ما بلغ أصغر آنية أبي زرع. يعني بالرغم من إحساني ده كله برضه مش قادرة تنسى أبو زرع. وعشان كده يقول لك الحب إيه؟ للحبيب الأولي. فهي ما حبت أبي زرع وتعلقت به، مهما أحسن إليها الرجل الذي جاء بعده هي ما زال قلبها متعلقا بأبي زرع. فبقت مستقلة النعمة، ما هو أعطاها نعم كتيرة، بس كل النعمة الكتيرة دي ولا إناء صغير من عند أبي زرع. فهمت إزاي؟ لا ابدا، دي بتتكلم على قلبها، قلبها معلق لسه بزوجها الاول، بالزوج الاول. ايوه يعني كيف هي تنجب وهو اسمه ابو زرع وهي ام زرع؟ ما هي ام زرع زي بتبقى كنية. كنية بس. عبد الله العاجل. ها؟ زي ام عبد الله العاجل. سيدتنا عائشة كانت بتكنى بابن اختها عبد الله بن الزبير. انت ممكن تخلف واحدة وتسميها وهي لسه عيله صغيره ام محمد. احنا كان عندنا بنت زمان كانت بتخدمنا واحنا اطفال صغيرين، كان اسمها ام محمد وهي بنت صغير، امها سميتها ام محمد. فهمت ازاي؟ يعني كتير بتلاقي كده. فيعني ممكن الواحد يسمي الاسم ده ايه؟ على سبيل الفأل الحسن، انها تكبر كده وتخلف ولد ونسميه محمد، تبقى اسمها ام محمد. زي ما بنقول فاطمه، فاطمه يعني يعني ارضعت وفطمت. طب هي لسه عيلة صغيرة، لا راجعة ولا اتجوزت، لكن بتقول فاطمة على سبيل انها ايه؟ يعني تكبر وتتزوج وتحمل وتنجب وترضع وتفطم، فتصير فاطمة من باب الفأل الحسن يعني. فدي عادة العرب. قالت عائشة لما النبي بقى سمع قصة ال 11 دول، قام النبي علق عليها قال لها ايه؟ قالت عائشة قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت لك كأبي زرع لأم زرع. يعني حسن العشرة وانت لم تنجبي لي الا اني امسكك ولا اطلقك. صلى الله عليه وسلم. لان هي تشبه ام زرع انها لم تنجب، وهو يشبه ابي زرع في احسانه لها وحسن عشرته معها صلى الله عليه واله وسلم، ولكن لم يشبه نفسه بابي زرع حين طلق. فهمت بقى؟ لانه هو لم يطلقها، وعلشان كده قالوا كنايه الطلاق ليست طلاقا. لأن يحتمل هنا أنه شبه نفسه بأبي زرع أنه يطلقها ويتزوج غيرها تنجب. لا، قال لك لا، طالما كان كناية وغير مصحوب بالنية الطلاق ليس طلاقا. وده برضو استنباط لطيف من الايه؟ من الأدلة الفقهية يعني. وعنه به قال وحدثنيه الحسن بن علي الحلواني قال حدثنا موسى ابن إسماعيل قال حدثنا سعيد بن سلمة عن هشام بن عروة بهذا الإسناد، غير أنه قال عياياء طبقاء، مكان غياياء بقى على إيه؟ عياياء. عيي يعني لا يحسن النطق وليس بفصيح في الكلام، وقيل عياياء هو الرجل العنين الذي لا يطيق الجماع. طبقاء يعني تطبق عليه الأمور، لا تلتبس عليه الأمور وليس عنده حكمة في التصرف. ولم يشك وقال الثاني الغياياء او عياياء، الروايه الثانيه لم يشك العياياء بس بغير شك. وقال قليلات المسارح، وقال وصفر ردائها يعني ضامره البطن رشيقه القوام، هناك قال ايه؟ ملء كسائها، هنا قال وصفر ردائها على بنت ابي زرع. وصفر ردائها يعني ايه؟ يعني صفر الشيء يعني خالي الشيء. صفر ردايا دليل على خواء البطن يعني هي رشاقة البدن، لأن المرأة لما يكون نهدها مرتفع وملهاش بطن يبقى إيه؟ الرداء بتاعها جاي كده بينه وبين جسمها هواء كأنه فاضي، أدي معنى صفر ردايا. وخير نسائها وعكر جارتها، يعني كيد وهلاك جارتها.
هي هناك قالت ايه؟ وغيظ جارتها. هنا قالت ايه؟ وعقر جارتها يعني درتها. وقال ولا تنقثوا ميرتنا تنقيثا. وقال واعطاني من كل ذابحه زوجه، مكان رايحه الذابحه زوجه. والله تعالى اعلى واعلم. وغدا نتكلم في باب فضائل فاطمه بنت النبي عليها الصلاه والسلام غدا ان شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى عبدك ورسولك النبي الامي وعلى اله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الامي وعلى اله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الامي وعلى اله وسلم. عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك وكما تحب وترضى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.